مواصلين استضافاتنا وكما قالت فاطمه على هامش اذا مهرجان كارتاج السينمائي دوره 28 وتتويج تونسي لفيلم ايا وهو فيلم من فئه الروائي القصير وتحضر معنا اليوم باش نبدا بها هي بالطبيعه ان شاء الله نقولوا نجمه ونجمه ان شاء الله باش تكبر بشويه بشويه اللي هي مي برحومه بطلت الفيلم. صباح النور مي. عسلامه. عسلامه مرحبا بك. ميرسي. مرحبا. ومهدي هميلي وهو المنتج منتج الفيلم هذا وكان كذلك منتج تيلا مون امور الحقيقه الفيلم اللي كان حاضر بالطبيعه العام اللي فات وحصد زاد العديد من الجوائز خاصه في الخارج ونال استحسان واعجاب برشا من التوانسه. مرحبا بك مهدي. صباح النور. يعيش. صباح الخير. انتم انت اذا المنتج المخرجة الفيلم هذايا هي مفيده فضيله بطبيعة تحية لها. ناخذ فكرة أكثر على الفيلم. هو الفيلم الثالث الروائي القصير للمخرجة مفيدة فضيلة. نعم. فيلم ذاتي برشا، فيلم خذا برشا وقت باش يتعمل. نعم. يحكي على حكاية طفلة صغيرة تعيش في عائلة متطرفة دينيا. نعم. والطفلة هذه عندها أحلام والبراءة نتاعها كيفاش تم اضطهادها كل يوم في الوسط المطرف هذا. نعم. ف يعني الفيلم مش ما نحرقوش خلي الساده المشاهدين بالطبيعه احنا نحبوهم يمشوا يشوفوا الفيلم. يظهر لي فما شكون ينجم يشوف مي هكا ويحكي معاها شويه وما يتشوقش باش يمشي يشوف الفيلم على خاطر تبارك الله عليها فنانه وكان نجم نقول بالحق طفله ناشطه برشا. مي احنا قبل ما نبداو معناتها في البرنامج انا سالتك شويه قلت لك كيفاش دخلت مشيت عملت الكاستينج قلت لي والدتك هزتك ماماك هزتك. ماما تخدم استاذه في السينما في الليزام. معناها كي سمعت بالكاستينج هزتك. هي هزتني وعملت كاستينج. انت مغرومه بالتمثيل؟ اه. تعمل في بعض الدروس في التمثيل والا مغرومه وبرا هكا وحدك؟ ماما هي اللي شاركتني. هي تشجع فيك وتحط فيك. وهي تحط لي دي فيلم نتفرج فيهم على السينما. اي معناتها هي قاعده توري فيك في افلام على السينما تثقف فيك معناتها تقرا. أي. انت وياها تشوف انت وياها افلام. معناتها حاجه باهيه برشا. العالم هذايا شكون النجمه نتاعك المفضله ولا النجمه اللي تحب تولي كي تكبر تولي كيفه؟ انا نحب برشا دره زروق. تحب برشا دره زروق. قابلتها دره زروق ولا اي ريتها في جي سي سي وحكيت معاها ولا لا؟ ان شاء الله المره الجايه كتسمع فينا دره دوب ما تجي لتونس بالطبيعه ان شاء الله تتقابل معاها وتحكي معاها على خاطر انت تبارك الله مشروع نجمه. اي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اذا مهدي 23 دقيقه فيهم برشا تعب وبرشا تحضير وبرشا خدمه. قداش من اسبوع خدمتوا على الفيلم؟ تم تصويره في 8 ايام. هي حاجه قصيره برشا بعض. قصيره. لكن التحضير في اسابيع بالطبيعه. الفيلم تحضر له برشا وتم دعمه من المركز القومي للسينما التونسي، مؤسسه لوحه الافلام، الفرنكوفوني، يعني الفيلم خذا وقته ريالمون خاطر كنا واعيين بالامبورتونس نتاع السوجي هذايا. ومفيده فضيله ديجا خدمت برشا الافلام الاولانيه كلها. نعم. على الاطفال يعني خدمت برشا مع الصغار. فسكي نزا فاسيليتي انه الفيلم انه مي برحومه نهارت لي خاطر كاستينا برشا بنات نهارت لي قبلنا مي سيتي قلنا سي بون لقينا ايه معناتها نتاع الفيلم وعرفنا ان الفيلم باش يتعمل. نعم. لقيت صعوبات مي في الوقت اللي تمثل والا لقيت روحك في العالم نتاعك؟ انا مثلت نحسبها عندي انا باش نمثل نحسبها حقيقه ما نحسبهاش تمثيل. ايه. باش وانا نولي كونسونتخي شويه. ايه. معناها ننسى اللي انا في الدنيا كل شيء نقعد كونسونتخي كيف في التمثيل. في التمثيل ونجمت حفظت في صح معناتها الموضوع والمشاهد المطلوبه منك؟ انا في حتى في القرايه حفظت في صح في صح. ايه. دونك حفظت مع الكلام مع الفيزاج مع كل شيء مع الحركات مع الحركات وكل. وشخصيه ايه عجبتك ولا ما عجبتكش؟ انا مش هكاكه في الدنيا. ماكش هكاكه في الدنيا. وايه هذه طفله تعيش في دارها مع امها وابوها وهما اللي ما يحبوهاش تلعب مع الاولاد، تحبهاش تلعب، حابه يقرا، حبوش خليها تقرا في المدرسه، معناها برشا حاجات.
حابش نقول ما تقوليش شيء على الفيلم. تبارك الله عليك يا مي، خاطر بالحق تحبش تحرق الاحداث تاع الفيلم. خلينا مي عندها معطينا شخصيا تاخرجت فيلم تلاموت، عملت ممثلين كبار بالطبيعه. هي تحب برشا غانم الزريلي، وكي غانم الزريلي مثل بوها في الفيلم عفيف بن محمود. يعني مي تحكي معاهم ان طونك ممثله، يعني في ريبيتيسيون يجوا يقولوا لي مي الي انكرويابل، خاطر مي تنزل هي ماهيش هكاك في الدنيا. هذه الحاجه الباهيه ان هي مثلت دور وفاهمه مختلف عليها. مي يعني تقعد تسال مفيده وتسالني انا، تجيني تقول لي توا الشخصيه شنو باش تعمل وعلاش الشخصيه تعمل هكاك. يعني سؤال اللي ساعه ممثلين البروفيسيونيل ما يسالوكش جمله، معناتها جست تقول له اعمل هذيك يعملها. والحاجه الباهيه اللي عارفه اللي هو شنو بين التمثيل وبين الحقيقه وبين حياتها، معناتها هذا هو معناتها شخصيه اي بالنسبه لي شخصيه تقمصتها ونمشيو لحاجه اخرى توا. ماذا بيك توا تزيد تمثل في السينما؟ انا نحب السينما ومغرومه برشا بالتمثيل. ومغرومه برشا بالتمثيل. دونك نحب نواصل نمثل توت لا في. توت لا في. ظاهره تحب ذولي لا الفو فيغ كارير، هذه حاجه اللي عجبتني. اول كلمه قالتها ماي وقت جات الكاستينج قلت لها شو اسمك انت؟ قالت لي ماي. قالت لي انا ممثله. قالت لك ايه؟ معناتها انه طفل معناتها ان انفون في الست سنين سبع سنين يجي يقول لك هاو نشوفوا اذا تحصلها على الجائزه. وبالطبيعه تكريمها مي حاجه باهيه برشا، خاطر كيفاش كنت تصور الفيلم اللي انت شاركت فيه لاول مره هكا باش ياخذ جائزه؟ انا معناها ما كنتش نتصور باش ناخذ جائزه. اي كنت اصلا ما قالوليش شنو باش ناخذ، قالولي اجا كهو. هناك انا خرجت شخصين وخذيت جائزه، فرحت على الاخر. بان كي ناخذ جائزه اي جائزه نفرح، اما فرحت برشا لي خذيت جائزه ذهبيه. الحقيقه تاني ذهبي زاد في اول معناتها مشاركه، وكما قلنا الكاست كله مهم، معناتها فريق عمل متكامل واسماء كبيره كمان معناتها مع ممثلين كبار. معناتها كيفاش لقيت تعاملوا معاك؟ انت هيك قلت تتعامل معاهم بنديه، معناتها كيفك كيفهم؟ ما حسيتش روحك اليوم هما كمان معروفين عليك؟ صحيح هما معروفين، اما انا ما نحبش ناخذ فكره خايبه على روحي. انا عندك ثقة في روحك؟ عندي ثقة في روحي ونعرف روحي حاجة باهية، مانيش حاجة خايبة. معناها الزال كل كيفي انا ويفهموا الدور ويفهموا، معناها صغار باهين يعملوا كيفي. يعملوا كيفك ها؟ مالا تحب تكمل في المجال الفني وفي مجال التمثيل؟ تحب تكمل تقرا في السينما؟ باقي في التمثيل؟ ما تخممش تمشي اخراج، تمشي حاجة أخرى؟ لا. انا مازلت ما نعرفش، زلت ما زلت بشويه بشويه توا التمثيل قدامي ان شاء الله. المستقبل كله قدامك. قدامي معناها نخمم نكبر نخمم. معناها انا توا انا صغيره نمثل هكا هو، معناها مش دوي مش في عمري هذا باش نعمل اخراج وكل. نمثل هكا هو. تمثل هكا، اما كي تكبر يمكن تبدل رايك. ها اي نبدل رايي. انا نتوقع انا باش نكمل خاطر في اخر التورناج ولات تفهم اللونجاج نتاع السينما، ولات تفهم اش معناتها الكاميرا، ولات تفهم لوبجيكتيف، معناتها تحب تتعلم. وهذه الحاجه الباهيه ياسر، تتفرج في الافلام تاع مخمل باف، تتفرج في السينما الايرانيه. فانا نشجعها، انا نؤمن بها على الاخر. جو بونس كونا فريمون معناتها لا فيتور هند صبري قدامنا، ولا فيتور دره، ولا معناتها انا جو بونس كان تالون حاجه مهمه برشا اللي لازم ينجم يتطور. اي نجم يتطور. ومهدي وانت كمنتج ان شاء الله اللي مالي تخمم اليوم مثلا خرجتوا نجمه ان شاء الله، مشروع نجمه هذيا بالطبيعه مي ان شاء الله تعطيوها الفرصه وتزيدوا تخموا اكثر في افلام اخرى وتدعموا بالطبيعه النجوم كما هكا والصغار وهال معناتها مولد كما نقولوا نجمه مولد طاقه كبيره. هذوما اللي حسنا بهم، هذوما مستقبل البلاد. بيان سور نؤمنوا نحن بالجونيس هذايا توا. نعم. مي عمرها 8 سنين، معناتها تشوف الوقت يتعدى فيه ساعه. جو بونس كو الا ديجا دي بروبوزيسيون فهم برشا، خاطر في فيلم هي معناتها الى معناتها خلى امباكت كبير في جي سي سي. حتى المهرجانات الفيلم قاعد يتعدى في المهرجانات البرا، فحاجه باهيه المي سي بون فيزيبيليتي لها هي. وهي الغياليس عندها برشا اوميليتي مي، والغياليس يلزمها تخدم اكثر وتتفرج اكثر وتقرا اكثر. نعم. صافي بليزير. نعم. شكرا لك مي. باش نختموا معاك، شنو تحب تقول تو في الاخر العباد يتفرج فينا؟ انا نحب نعطي جائزه هذيا لطفل تونس. لطفل تونس. ونحب نشكر عمي مهدي وتتا مفيده.
شكرا ليك، يعطيك الصحة. مهدي بتبيعة، ذكرنا كان فما سلسلة من العروض للفيلم هذا خلي التوانسة اللي قاعدين يشاهدوا فينا واللي يمكن ما في بالهمش بالفيلم هذايا ياخذوا فكرة أكثر وين ينجموا يشوفوا اللي هو طوله 23 دقيقة. الفيلم يتعدى في مهرجان أبت في فرنسا، يتعدى في مهرجان روما، يتعدى في مارسي، باش يتعدى في باريس. ان شاء الله باش نعملوا عرض نحن سلسله افلام اللي انتجناها في شركتي الفيلم هاوس. ان شاء الله في ديسمبر نو اون في اون بروجيكسيون سبيسيال، خاصه انه برشا عباد ما نجموش يجيو يتفرجوا في ايه. ومن بعد السكسي نتاعو اللي صار في جي سي سي برشا يحبوا يكتشفوه. فان شاء الله نعدهم بيانتو بروجيكسيون ان شاء الله. شكرا لكم، بالتوفيق مهدي، كذلك مايب بالتوفيق، ان شاء الله نشوفوك نجمه كبيره يا ربي. ميرسي، يعيشك. شكرا لكم. احنا تو باش نمشيو لفقره التغذيه مع دكتور عبد المجيد عبيد وفاطمه.